اجتماع المكتب السياسي لهذا اليوم تمت خلاله مناقشة عدد من النقاط في جدول الأعمال، كانت أولها طبعا التداول في المستجدات السياسية الوطنية خاصة على مستوى التقدم الحاصل شكلا ومضمونا في بلورات وصياغات والمصادقة على مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة. كذلك تداول المكتب السياسي في نقطة هامة واستفاد في التداول فيها، وهي الأرضية والتصور العام حول البرنامج أو البرامج الانتخابية المحلية والجهوية. طبعا ناقش المكتب السياسي مجموعة من النقاط المتصلة بهذا الموضوع، وصادق المكتب السياسي على أنه يوم الاثنين المقبل سيتم تقديم الخطوط العريضة لهذه الأرضية ديال البرنامج الانتخابي أمام الصحافة الوطنية ومن خلالها إلى الرأي العام الوطني. كذلك ناقش المكتب السياسي وتداول في المستويات المختلفة للتحضير لمختلف الاستحقاقات المقبلة، وتداول إقليما بإقليم حول آخر التطورات والمستجدات في بالنسبة للتحضير الهيئات الإقليمية للانتخابات وخاصة الانتخابات ديال الغرف المهنية. في آخر الاجتماع وقبل التداول في المختلفات، تداول المكتب السياسي في الخطة التواصلية وصادق عليها، وأقول الخطة التواصلية المرتبطة بالانتخابات المقبلة.